نكمل موضوع الجراب عندنا. جربنا نعدل ملف الجراب كده بايدينا وازاي نعمل له ريجنريت في حاله ان انت عندك مشكله او انت عدلت فيه، وقلت لك كل اللي بتعمله دون مش هيثبت الى الابد، بمعنى ان انت لو عملت رينستول مره تانيه لاي نسخه جراب ايه اللي هيحصل؟ هيتعمل اوفر رايت الملف ده، يعني كل مره هتعمل ام كي كونفج من اول وجديد ملف الجراب ده هيتعمل له اوفر رايت. يعني اي حاجه عدلتها بايدك فيه زي التايم اوت فاليو مثلا كل الكلام ده طار. مش كده بس، في حاجات تانية بتحتاج تعدلها، في حاجات تانية بتحتاج تعدلها وتخليها ثابته عندك، زي مثلا انا عايزه دايما يروح للريسكيو مود، او عايز يروح للكيرنل رقم 2 او الكيرنل رقم 3 او الاوبريتنج سيستم اللي اسمه سولاريس او الاوبريتنج سيستم بتاع ويندوز وهكذا. لو عندك دوال بوت، لو عندك دوال بوت ها هتحتاج تخليه يروح لويندوز، صح؟ طيب في الحالة دي تعمل ايه بقى يا سيدي؟ والله الموضوع بسيط جدا، ممكن تفتح كده الملف ده etc sysconfig اسمه grub، ماشي كده؟ هتلاقي عندك كده الديفولت تايم اوت. خلي بالك، خليك فاكر قبل ما اعمل اي حاجة، هو الملف ده الديفولت تايم اوت بتاعنا كم؟ 5 ثواني. ها؟ مش هعدل الملف ده. في الطبيعي لما تحب تعدل اي حاجة هتروح تعدل في ايه؟ فين؟ في etc sysconfig grub. الديفولت تايم اوت بتاعي خلوا لي وليكن 60 ثانيه المره دي، ماشي كده؟ ايه كمان؟ الجراب ديفولت بيقول لك سيفد. الجراب ديفولت سيفد يعني ايه سيفد؟ يعني اللي موجود عندك في الملف، اللي انت هتلاقيه في الملف هو اللي تبدا بيه، خلاص؟ كنت اقول له كده الجراب ديفولت بتاعك رقم 1 او رقم 2 او رقم 3، يعني ممكن اقول له كده خلي لي الجراب ديفولت بتاعي رقم 2، المنيو انتري رقم 2 اقصد، خلاص؟ تعالى كده رايت وكويت، وبعد كده جراب 2-mkconfig اهون. بص المره دي لو جيت فتحت الملف هتلاقي ايه اللي اتغير؟ لا مش ده، فين؟ اهو بص كده التايم اوت ايه اللي حصل له؟ وشايف الديفولت بتاعه ايه اللي حصل له؟ سيت ديفولت رقم كام؟ ها؟ طيب كلام جميل، تعال كده اعمل ريبوت كده وشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. بص التايم اوت ايه اللي حصل له؟ التايم اوت ايه اللي حصل له؟ اتحول ل 60 ثانية، بس برضه لسه ما بيختارش، لسه بيختار الأولاني. طيب معنى كده فين يا سيدي؟ فين فين فين؟ أهون. طيب تعال نبدأ كده وأشوف الغلطة عندي في إيه؟ في أكيد عندي غلطة هنا. يلا يا وحش. طيب خلي لي كده الجراب ديفولت بتاعه بواحد. يا عدلت فيه بس غلطت غلطه ان انا ما عملتش ريجنريت لملف الجراب مره تانية، فدي غلطه مني انا، تسرع. المفروض بعد ما تعدل الملف ده تعمل ريجنريت مره تانية للملف، وده انا ما عملتوش. هون المفروض اعمل جراب كده mkconfig تمام، وبعد ما خلصت اعمل ريبوت. تعالى كده شوف، بص ايه اللي حصل. والله من غير لسه ما اضغط اي حاجه اوتوماتيك راح على ايه؟ ها راح على المنيو انتري الثانيه. طب هو ليه ما كانش لما قلت له كده ما راحش عليها المره اللي فاتت؟ بص بكل بساطه الجراب بيبدا يعد المنيو انتريز اللي عنده من الرقم صفر. يعني ايه؟ يعني لو عندك كده منيو انتري وبتحت منها منيو انتري ثانيه ومنيو انتري ثالثه ومنيو انتري رابعه، هيبدا يعد من اول كام؟ اول سيلكشن عنده هياخد الرقم صفر.
تاني سيلكشن رقم واحد، اللي بعده رقم اتنين، اللي بعده رقم تلاتة. فلو انت عندك اتنين منيو انتري هتقول له هتبدأ من انهي واحدة، الديفولت بتاعك رقم كام؟ رقم واحد. ها وصلت كده؟ وصلت؟ طب لو كان عندك ويندوز في المنيو انتري رقم اتنين، او عندك منيو انتري التالتة عليها ويندوز وعايز تخش ويندوز دايما، ها الديفولت يروح لويندوز لو ما عملش اي اختيار، هتقول له الديفولت بتاعك رقم كام؟ رقم اتنين. تمام كده؟ ها وضحت؟ طيب كلام جميل. يبقى خليك دايما فاكر اي حاجة هتعدلها في الملف بتاع مين؟ بتاع جراب دوت كونفيج او بوت جراب، هما الاثنين واحد اساسا، بوت جراب 2 جراب دوت كونفيج او اي تي سي جراب 2 دوت كونفيج، ها هيفضلوا محفوظين لحد ما تعمل ريجنريت الملف ده. طب الملف ده بيتعمل له ريجنريت امتى؟ في حالتين اتنين، ان انت عملت نسخة جديدة او عملت انستول لنسخة جديدة من الكيرنل الجديد، او عملت انستول للباكج او ابديت للباكج بتاع الجراب 2 خلاص كده، او عملتها بشكل مانيوال. ثلاث حالات دول بس، بشكل مانيوال وركنها على جنب لان انت بتبقى قاصد تبقى عارف انت عملت ايه. لكن لو انت عملت انستول لنسخه كيرنل جديده هيعمل ريجنريت للجراب دوت كونفج من اول وجديد، ولو انت عملت انستول لنسخه جراب جديده هيعمل جنريت الملف من اول وجديد برضه. خلاص كده؟ طيب كلام جميل ماشي كده؟ ها حد عنده اي مشكله؟ طيب اللاب اللي بعد كده، اللاب اللي بعد كده فرضا انا نسيت الباسورد بتاع الروت، انا نسيت الباسورد بتاع الروت وعايز ريسيت الباسورد بتاع الروت. قبل ما ريسيت الباسورد بتاع الروت عايز بس اقول لك على حاجه، احنا في عندنا سيكيوريتي سيستم موجود اسمه سي لينوكس، اس اي لينوكس اللي هو سيكيوريتي انهانسد لينوكس، هنتكلم عنه بالتفصيل الممل، هنتكلم عنه بالتفصيل الممل ان شاء الله حبه كده في اخر التراك ده والباقي في التراك اللي جاي. تمام؟ طيب السي لينوكس ده بيعمل ايه؟ السي لينوكس كده بيدي لكل ملف ليبل، بيدي لكل ملف كده، فاكر البرميشن ال اس داش ال، كل ملف بيكون له برميشن خلاص. اهو ده نفس الحكايه، بيعمل كلاسيفاينج للملفات اللي موجوده عندك خلاص، وبيدي لكل ملف حاجه اسمها ليبل. طيب الليبلز دي بالظبط كده بتبقى ممكن تشبهها بايه؟ عارف كل واحد فيكم شغال في الشركه بتلاقيه معلق كده بادج على كتفه او على صدره كده بيقول لك ان ده اسمه كذا، وده وظيفته بيعمل كذا، ده مهندس، ده مش عارف، ده مبرمج، ده مش عارف، ده مدير اداري، ده رقم تعريفي له، رقم التعريفي والاسم، وبتلاقي جنبه كمان الراجل ده شغال ايه. اهي الليبلز هي نفس الحاجه بالظبط، كل ملف عندك او اي بروسيس او اي حاجه في الدنيا ايا كانت هي عباره، بيكون عباره عن ها او بيكون ليها ليبل، اي حاجه في الدنيا بيكون ليها ليبل. الليبل ده بيضمن مش بديل البرميشن، لا ملوش دعوه خالص بالبرميشن، دي حاجه تانية غير البرميشن. الليبل ده وظيفته ايه؟ الليبل ده وظيفته ان هو يديها اكسس من نوع معين. يعني انت في الشركه لو انت مثلا داتا سنتر ادمن من حقك تخش داتا سنتر، لو انت مبرمج فانت بتخش الاوضه بتاع المبرمجين بس. نفس الفكره، لو الليبل بتاعك اسمه كذا بيديك صلاحيه كذا، ولو الليبل بتاعك حاجه تانية بيديك صلاحيه تانية. يعني ما تتخيلش مدير الشركه مثلا المفروض مش من حقه يخش داتا سنتر، هيخش داتا سنتر يعمل ايه؟ مدير الموسسه نفسه هيخش داتا سنتر؟ لا. طيب داتا سنتر ادمن من حقه يخش الداتا سنتر؟ اه المفروض، ده الطبيعي. خلاص كده؟ طيب عندك وليكن مثلا العمال، العمال دول من حقهم او الناس اللي بيقدموا المشاريب ها وبينظفوا المكان، تقريبا بيكون من حقهم يخشوا اي مكان، بس مش بيخشوا اي مكان كده وخلاص، لا لازم يخشوا في وقت محدد. خلاص كده؟ فبيكون لهم ليبل بالظبط كده، عامل زي بتلاقي ايه العربيات يا عم، العربيات اللي ماشيه على الطريق دي كل عربيه ليها ليبل. يعني مثلا العربيه بتاع الاسعاف الليبل بتاعها معروف، دي عربيه اسعاف. العربيه مش عارف بتاعه وليكن الملاكي بتلاقي مكتوب عليها ملاكي كذا،
العربيات اللي تبع الحكومه بقى شرطه بتلاقي مكتوب عليها الشرطه، العربيات مش عارف اللي تبع الرئاسه بتلاقي بتاع حرس جمهوري خلاص، العربيات بتاع المخابرات هتلاقي مكتوب عليها كده مخابرات. طيب تفتكر ان الصلاحيات بتاعت كل عربيه او كل فصيله من العربيات دول زي بعض؟ لا طبعا، العربيات اللي مكتوب عليها شرطه من حقها مثلا تقف في الكماين، من حقها تعدي مش عارف من غير ما تعمل ايه، العربيات بتاع المخابرات والله ممكن لا ممكن تعدي من غير او يكون ليها اكسس على اماكن محدده كمان. فنفس الحكايه كل ملف او اي بروسيس كمان شغاله او اي يوزر بيكون له حاجه اسمها ليبل، او احنا بنسميه كمان كونتكست. خلاص الليبل ده بيحدد الصلاحيه بتاعته ايه. طيب بص لي كده ال اس داش ال زد اي تي سي، هو الاول المستخدمين عندك موجودين فين؟ في باسورد صح؟ فبص الليبل بتاع باسورد هيكون ايه؟ ده اسمه باسورد فايل. طيب الباسوردات بتاعتهم موجوده فين يا عم؟ في شادو. بص الليبل بتاع شادو هيكون ايه؟ زد معناها اعرض الليبلز، اعرض السي لينكس ليبل بتاعهم او السي لينكس كونتكست بتاعهم. خلاص كده؟ فبعرض الليبلز. فبص كده كل ملف عندك هيكون لليبل معين، الليبل ده هيحدد الصلاحيه بتاعته. طب انت ليه بتقول لنا الكلام ده دلوقتي بدل مش هناخد الموضوع ده دلوقتي؟ هقول لك ليه، لان انا دلوقتي انا نسيت الباسورد بتاع الروت صح، ده الفرضيه بتاعتنا صح ولا غلط؟ هريبوت المكنه وهغير الباسورد. طب لو غيرت الباسورد معناها ان انت هتعمل ايه؟ هتعدل في الملف ده يا معلم. طب لو عدلت في الملف ها والاوبريتنج سيستم ما كانش شغال، فايه اللي هيحصل؟ الليبل ده هيضرب منك، الليبل هيضرب. عارف ده معنى ايه؟ السي لينوكس هتخلي الكيرنل يفل ان هو يلود الملف ده تاني. تاني الليبل بتاعي اسمه شادو صح، ده في الطبيعي. دلوقتي انا نسيت الروت باسورد وهخش من ريكفري مود اغير الباسورد بتاعته، لما اغير الباسورد انهي ملف هيتعدل؟ الملف ده صح. فالملف ده لما يتعدل الريكفري مود مش بيسبورت السي لينوكس اصلا، معنى كده ان الليبل ده هيتمسح او هيتغير هيتعدل. طب لو الليبل ده اتعدل وبقى وليكن هو اسمه شادو دلوقتي ما بقاش له اسم اصلا خالص، ايه اللي هيحصل لما تيجي تبوت؟ هيجي الكيرنل يبوت يجي يبص على الليبل بتاعه، السي لينوكس هتمنعه تقول له لا استنى الليبل ده انا ما اعرفوش، فالسيستم عندك هيفيل ان هو يبوت. يبقى انت كده غيرت الروت باسورد بس السيستم ما عادش بيبوت، يبقى انت لبست نفسك. خلاص سي لينوكس بكل بساطه هو عباره عن سكيورتي سيستم بيدي لكل حاجه ليبل، لو الليبل بتاعها طلع مطابق للبوليسي خلاص خير وبركه شغل الحاجه دي، لو مش مطابق للبوليسي لا انسى الكلام ده. طب البوليسي اللي عندي بتقول لي ايه؟ البوليسي اللي عندي حاليا بتقول لي ان الملف اللي اسمه اي تي سي شادو لازم يكون الليبل بتاعه بالاسم ده، والملف اللي اسمه اي تي سي باسورد لازم يكون الليبل بتاعه بالاسم ده. معنى كده ان لو انت دخلت الريكفري مود وغيرت الباسورد بتاع الروت الملف ده هيتعدل صح؟ فالليبل ده مع السلامه، الليبل ده هيتغير. لو الليبل ده اتغير الكيرنل هيجي يبدا هيجي يعمل لود للسي لينوكس، السي لينوكس هتيجي تقرا او الكيرنل بعدها هيجي يقرا الملف ده، عشان الراجل يجي يعمل لوجن هيلاقي الملف ده بالنسبه له ان ريدابل لان السي لينوكس هتمنعه ان هو يلود. بس كده خلاص. يبقى دايما خليك فاكر اي ملف عندك هيكون له ليبل، الليبل ده كده اعتبره كده زي الايدنتيفيكيشن بتاعه، زي الاسم اللي بتحطه كده على صدرك وانت شغال في الشركة عشان يعرف الناس ان انت شغال في المكان ده. خلاص ماشي. طيب حلو جدا، فخليك فاكر ان انا بعد ما اغير الروت باسورد لازم هقول للسيستم اعمل ها او شوف الليبل اللي انا غيرته ده رجعه تاني لاصله، رجعه لشادو تي. خلاص بس وصلت. يبقى انا بعد ما اغير روت باسورد لازم هقول للسيستم يا سيستم
انت لازم تعمل ايه؟ ها، لازم ترجع الليبل لاصله، لان لو ما رجعتوش لاصله بعد ما غيرت الروت باسورد في الريكفري مود هيجي السيستم يبوت هيلاقي الليبل ده متغير. يا نهار ازرق، طب ما كده مش هيبدا اساسا خلاص، او السي ديوكس هتمنع ان هو يبدا اصلا. بس ادي كل الفكره. طيب تعال نعمل ريبوت كده وتعالى ريكفر الروت باسورد. تعالى ريكفر الروت باسورد عندي كده، شايف هذا سطر الكيرنل بتاعي اهون، هذا سطر الكيرنل بتاعي خلاص. هعمل له ايه؟ هعمل له ايديت. بص هتلاقيه وكاتب لك تحت كده يوز مش عارف اب وداون كيز تو تشينج ذا سيلكشن، وبعد كده بريس اي تو ايديت ذا سيلكتد ايتم اور سي فور ا كوماند برومبت. اي اي عشان تايديت، سي عشان تخش الكوماند برومبت. لا هقول له اي عشان ايديت اهو. بص فتح لك ايه؟ فاكر السطور دي؟ بذمتك مش السطور دي اللي كانت موجوده في الجراب دوت كونفج؟ فاكر؟ مش هي دي نفس السطور؟ ها شايف؟ فاكر؟ مش ده الليبل ده؟ مش ده المنيو انتري اساسا؟ اهي اهي والله المنيو انتري اهي. بصوا لي كده تحت كمان هتلاقي في عندك سطر اسمه لينكس 16 اهو. مش ده اللي كان فيه الكيرنل؟ فاكر السطر ده؟ اهو. مش ده الانت ار دي يا عم؟ خدت بالك؟ طب حلو، تعالى كده بقى اروح لاخر السطر ده اهون، بروح للاخر خالص وبقول له كده هضيف اللي انا عايزه اهو، شايف نهايه السطر بتاع الكيرنل، واقول له كده ار دي دوت بريك. عارف ار دي دوت بريك معناها ايه؟ عارف ار دي دوت بريك معناها ايه؟ انا قلت لك الكيرنل بيلود صح اهو، بعد ما الكيرنل يلود بيلود انهي ملف؟ بيلود الموديولز والدرايفرز منين؟ من الانت رام اف اس صح؟ ار دي دوت بريك بتتسبب ان الكيرنل ما يكملش بوت بعد ما يلود الملف ده. تاني ار دي دوت بريك اول ما الكيرنل يلود الملف ده مش هيكمل البوت. بس كده ادي كل الحكايه. طيب حلو، بص كده لو بصيت تحت هتلاقيه بيقول لك ايه ده، كنترول اكس تو ستارت، كنترول اكس اضغط له كنترول اكس هيبدا اهون، هيبدا يعمل لود عادي. بص ايه اللي حصل، هوب عمل ايه؟ ادامي روت اكسس على المكنه، شايف؟ ها ايه رايك؟ وضحت؟ طيب في الحالة دي لو جيت عملت كده ماونت، الأمر اللي اسمه ماونت، فين يا عم الروت فايل سيستم بتاعي؟ بكل بساطة بكل بساطة لحد دلوقتي لحد دلوقتي ها انت لسه او لسه الفايل سيستم بتاعك لو جيت عملت كده ls كده سلاش اهو. طب الامر اللي اسمه ماونت، ايه اللي ماونت ده عندي؟ بص لي كده فين الروت فايل سيستم، فين الروت فايل سيستم اهو، شايف ديف مابر ريل سيرفر روت معمول له ماونت فين؟ في سيس روت. امال انا موجود فين دلوقتي؟ السلاش بتاعتي كده موجوده فين؟ فاكر بلوك اي دي كده اس دي اي واحد ده، شايفه؟ مش ده كان الروت فايل سيستم بتاعي؟ مش ده كان الروت فايل سيستم بتاعي؟ امال ايه يا عم السلاش اللي انا موجود فيه دلوقتي ده؟ الا اس كده في سلاش. الله ايه يا عم ده؟ ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي حصل؟ في حاجه مش مفهومه صح؟ في حاجه مش مفهومه، السلاش اللي انا شايفها دي غير السلاش اللي انا كنت عاملها قبل كده، ده في حاجات ظاهره كده عندي صح؟ ايه دول؟ ايه دول؟ دول جم منين دول؟ هقول لك بس ثانيه واحده ثانيه واحده، تعالى كده بقى عشان افهمك اللي حصل.
الكيرنل بتاعك في نسخة مصغرة من فايل سيستم موجود عندك يشابه السلاش. فاكر السلاش؟ السلاش كنت بتلقط منه هوم وميديا واي تي سي وكل الكلام ده، صح؟ الكيرنل بتاعك في نسخة مصغرة من الفايل سيستم بالكامل، تمام؟ شبيهة بالفايل سيستم، مش هو الفايل سيستم الرئيسي اللي موجود على الديسك، لأ، ماشي كده؟ تمام؟ النسخة دي هي اللي ماونتد في الميموري دلوقتي. طب ما الديسك بتاعك اس دي اي واحد يا عم، هتلاقيه معمول له ماونت في مين؟ ها ارجع كده بص عندك هنا سيس روت. يبقى الديسك بتاعك الحقيقي معمول له ماونت فين؟ في سيس روت. ها خليك فاكر، يبقى الملفات بتاعتك لو قلت له كده ال اس سلاش دلوقتي بيعمل لك بيعرض لك انهي سلاش؟ السلاش الحقيقي ده اللي هو الديسك بتاعك بملفاتك، ولا النسخه اللي في الميموري اللي هي عباره عن الرننج كيرنل بس دلوقتي، نسخه مصغره من الكيرنل دلوقتي؟ لا بيعرض لك دي دلوقتي. طب انا عايز اقول له ان الروت بتاعي هو ده، انا عايز اقول له ان الروت بتاعي الحقيقي هو ده مش اللي في الميموري دلوقتي. ها ينفع اعملها؟ ينفع اعملها؟ ايوه، بس خلي بالك قبل ما اعملها في خازوق هنا، في خازوق. فاكر لما كنت بقول لك الكيرنل بيلود الاوبريتنج سيستم بتاعك او الروت فايل سيستم بتاعك كريد اونلي؟ بص لي كده على الماونت اوبشن ايه؟ ار او، معنى كده ان هو معمول ريد اونلي، معنى كده ان هو معمول ريد اونلي. طب انا ازاي هغير روت باسورد؟ هو انت لما تغير روت باسورد مش هيعدل في الملف؟ لما تغير روت باسورد هيعدل في الملف، صح؟ ينفع تكتب في الملف والروت فايل سيستم اصلا لسه ريد اونلي؟ ما ينفعش. لا مش سي اتش مود، هتقول له كده ماونت داش او ريماونت، بس ريماونت مستخدما ريد رايت. لمين يا عم؟ للفايل سيستم اللي معمول له ماونت في الفولدر اللي اسمه سيس روت اهو، شايف؟ تاني ماونت واستخدمت اوبشن داش او معناها اوبشن، عايز استخدم الاوبشن اللي هيخليني اعمل ريماونت مره تانيه، وهعمل ريماونت ريد رايت للفايل سيستم اللي معمول له ماونت فين؟ في المكان ده سيس روت. دلوقتي لو جيت استخدمت الامر اللي اسمه ماونت مره تانيه، تعال كده نطلع فوق، ها هل بقى ريد رايت دلوقتي؟ دلوقتي ممكن اغير روت باسورد؟ ايوه دلوقتي ممكن اغير روت باسورد، فاضل لي بس خطوه واحده هقول له كده سي اتش روت. انا عايز اقول له ان الروت فايل سيستم بتاعي مش اللي موجود في الميموري دلوقتي، لا ده اللي موجود في المكان ده. تاني انا قلت لك هو بياخد نسخه من الكيرنل اللي موجوده في الرام ويعتبرها هي الروت فايل سيستم، بس دي مش الحقيقيه، الحقيقيه اللي موجوده على الديسك. فانا عايز اقول له ان الروت فايل سيستم بتاعي هو ده وليس ده، ماشي؟ اهو ده اللي انا عملته سي اتش روت سلاش اس روت. لو جيت اقول له كده ال اس، طب ال اس كده سلاش هوم دلوقتي؟ طب ال اس كده اي تي سي كات اي تي سي وليكن باسورد، ده اللي فيه المستخدمين بتوعي يا عم. تعال ناخد الكلام ده كده على اهو باسورد اهو، تعال نطلع، مش ده اللي فيه المستخدمين بتاعي بذمتك؟ مش هو ده بتاعي اللي فيه المستخدمين بتوعي مصطفى وحسن وعلي؟ حلو قوي، ده جميل، ده معنى كده ان الدنيا عندي تمام. طيب كات كده اي تي سي شادو، مش ده اللي فيه الروت باسورد بتاعتي برضو؟ اهو خليك فاكر الروت باسورد بتاعتنا بتنتهي باكس واحد، تعال نغيرها بقى اهون باسورد كده، والباسورد بتاعتي اهي، وادخلها له مره تانية. لو جيت اقول له كده كات مره تانية الاي تي سي شادو
اهو نسيب مسافه كده عشان تشوفه. بص ايه اللي حصل لها، ها اتغيرت، اتغيرت يا ريس، اتغيرت اهي، ده كله تمام تمام. طب جيت ابص كده لسه فاضل لي بس الكونتكست كده اي تي سي شادو، شوف بص الكونتكست عامل ايه، شايف الكونتكست بتاعك؟ الكونتكست بتاعك دلوقتي ظاهر علامه استفهام، ده لان السينيوكس دلوقتي لسه مش انيبلد لحد دلوقتي، الريكفري مود ده مش بيسمح لك ان السينيوكس كله لسه شغاله. معنى كده ان انا عدلت الملف والكونتكست دلوقتي بتاعه بقى او الليبل بتاعه بقى ميسنج، الليبل بتاعه بقى ميسنج بعد ما عدلته. طب انا عايز اقول للفايل سيستم ها اعمل ريليبل مره تانية قبل ما تبدا الاوبريتنج سيستم تاني. عندك حل من اتنين، يا اما تعمل الكلام ده مانيوال ودي الطريقه الصعبه، يا اما تعمله بالطريقه السهله خالص اللي هي اسمها هتعمل حاجه اسمها اوتو ريليبل، هيروح يعدي على الملفات اللي موجوده عندك كلها ويشوف الليبل بتاعها المفروض كان يبقى ايه على حسب البوليسي ويعمل له ابلاي خلاص. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ اعمل بس كده تاتش ملف بالاسم ده دوت اوتو ريليبل بس كده. خلي بالك دوت معناه ان هو هيدن، فاكر لما قلت لك اي ملف هيدن بيبدا بدوت؟ لو انت كريت الملف ده عندك تحت السلاش على طول دايما بيأكد ان المرة الجاية لما تعمل ريبوت السي لينوكس قبل الكيرنل ما يبدأ اي حاجة بتعدي على كل الملفات وترجع الليبلز بتاعها مرة تانية لأصله. معنى كده ان الميسنج ليبل دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ هيتظبط. لا السي لينوكس قبل ما يبدأ بيحاول يتشك لو الملف ده موجود، لو الملف ده موجود اعمل عمليه ريليبلنج مره تانية. دي مش سكريبت، انا بطاتش فايل فاضي خلاص كده. يبقى كل اللي بعمله ان انا بقول للسي لينوكس يا سي لينوكس خلي بالك انا عدلت او في ملف الليبل بتاعه دلوقتي بقى مش مظبوط والنبي شوفيه كان الليبل كان ايه ورجعيه لاصله مره تانية خلاص كده. هعمل تاتش للملف بعد ما خلصت اكزت، وبعد ما خلصت ممكن اعمل ريبوت كده. بص ايه اللي هيحصل، ارجع تاني للكيرنل اللي هيحصل دلوقتي ان قبل اي حاجه ما تبدا هيبدا يعمل ريليبل. تعالى كده الت ودي عندي بص كده ايه اللي حصل، سي لينوكس تارجت بوليسي ريليبل از ريكوايرد. بص ايه اللي حصل اهو، بص ايه اللي حصل عندنا، بدا يعمل ريليبلنج لمين يا سيدي، ها بدا يعمل ريليبلنج لمين، للفايل سيستمز اللي موجوده عندك، لكل الملفات اللي موجوده هيعدي عليها كده واحد واحد يشوف مين اللي المفروض كان يتعمل له ريليبل ويرجعه او يرجع الليبل بتاعه مرة تانية. ايوه ممكن واحد فيكم زي مهاب سأل قال لك ثانية واحدة ده الموضوع ده فيه ريسك كبير جدا. ليه؟ معنى كده ان اي حد له فيزيكال اكسس على المكنة ممكن يريبوت المكنة يخش او يكتب ارضي دوت بريك خلاص هو عمل الليبلز كده وراح عمل ريبوت كده المرة دي هيشتغل معاك زي الحلاوة. نرجع تاني لسؤال مهاب بيقول لك ان اي حد ممكن يريبوت المكنة وهوب يكتب له ارضي دوت بريك وبعد كده يعمل ايه؟ ها يغير الروت باسورد ويكون معاه روت اكسس على المكنة. يا نهار ازرق دي مصيبة صح؟ هقول لك لا ثانية واحدة، انت المفروض ان انت كسيستم ادمن بتكون عامل باسورد للجراب نفسه للبوت لودر نفسه عشان مش اي حد ايه ها عشان مش اي حد ايه يريستارت المكنه ويروح يعدل الروت باسورد. طيب حلو قوي، هتقولي طب افرض انا كمان نسيت الباسورد بتاعت مين ها بتاعت الجراب، هقول لك ساعتها تروح تنتحر احسن لك.
هقول لك ساعتها تروح تنتحر احسن لك. خلاص عارف ليه؟ لا انت سيستم ادمن، يعني انت نسيت الباسورد بتاع الروت ونسيت الباسورد بتاع الجراب، واصلا ما كنتش واخد باك اب منهم ولا حافظ كده اي ملف في كل ملف كل حاجتك. انت بتهرج بقى يعني، انت كده مش سيستم ادمن، ده انت كده حرامي غسيل يعني. خلاص بالمناسبه دي مش نهايه العالم، ده انت ممكن بقى ممكن تعمل ايه، ممكن تاخد الديسك ده نفسه، تاخد الديسك كله على بعضه كده تحطه في مكنه تانية ماشي، وتعمل نفس الحكايه دي بس من على مكنه تانية. يعني لو انت كنت نسيت الجراب دي، او ممكن تبدا من اسطوانه، بدل ما هتبدا من المكنه دي او من الديسك ده، ابدا من اسطوانه ماشي كده. طب لو هتبدا من اسطوانه، لو هتبدا من اسطوانه ها، ينفع تبدا من اسطوانه حتى، او تاخد الديسك ده تحطه على مكنه تانية تبدا من اسطوانه، او على نفس المكنه تبدا من اسطوانه وتخش الريكفري؟ ايوه، وده اللي هنعمله ان شاء الله، كمان هنجرب اللاب ده وهنعمله، هجرب معاكم اللاب ده وهعمله. يعني حتى لو مش معاك الباسورد بتاعت الجراب ولا معاك الباسورد بتاع الروت، لسه ممكن تريكفر الباسورد بتاع الروت، لسه تقدر تريكفر الكلام ده. هتقولي طب ما كده في خازوق تاني، معنى كده ان اي حد ممكن يسرق الهارد بتاعك، اي حد يسرق الهارد بتاع من بتاعك من الشركه وياخده، هيقدر يفك الباسورد بتاع الروت؟ هقول لك ايوه ممكن طبعا. طب انا ممكن اسكيور الكلام ده ازاي؟ هقول لك ساعتها انت تقدر تسكيور الكلام ده بان انت تعمل انكريبت للهارد ديسك، او تانكريبت البارتيشن اللي عليه الاوبريتنج سيستم بتاعك. في الحاله دي لو واحد ضرب راسه في الجدار مش هيقدر يعمل ريكفري. في الحاله دي لو واحد ضرب راسه في الحيط كده مش هيقدر يعمل ريكفري. خلاص، بس مبدئيا يعني من حيث المبدا خلينا نكون متفقين على حاجه، ان لو عندك شركه والديسك اتسرق من الشركه فانت تروح ترمي نفسك في البحر بقى احسن لك يعني، والله بجد يعني. انت كده مش شركه يعني، انت كده قاعد تحت بير السلم يعني. خلاص ده رقم واحد. يعني جزء الفيزيكال سيكيورتي ده اصلا في في ناس كده اصلا المفروض يكونوا مسؤولين عن الفيزيكال سيكيورتي اساسا، ده رقم واحد اركنه على جنب. الحاجه الثانيه، انت كسيستم ادمن بتكون عامل باسورد للجراب مختلفه عن الباسورد بتاع الروت، وده شيء منطقي جدا وطبيعي. ما تروحش تحط لي باسورد الجراب هي نفس باسورد الروت، انت لو نسيت لو نسيت اللي او نسيت الباسورد دي فانت كده نسيت كل حاجه. انما لما يكون اتنين فبتبقى الاحتماليه ان انت ايه، ها نسيت واحده بس التانيه لسه معاك، ففي كل الحالات تقدر ايه تظبط الدنيا. برضه في أسوأ الظروف ان انت نسيت الاثنين، ممكن تخش حاجه اسمها الريسكيو مود، ممكن تخش حاجه اسمها الريسكيو مود وتايه وتريكفر الروت باسورد. يعني فرضا انا لسه هحط باسورد للجراب، فرضا ان ان الجراب بتاعي ايه باسورد، وده اللاب اللي لسه هنعمله بعد اللاب اللي هنعمله دلوقتي. الجراب عندي كان له باسورد، خلاص كده الباسورد بتاعت الجراب دي مش مخلياني اقدر اعدل في الجراب، مش قادر ابوت اصلا. طب انا عايز ريكفر، ها ينفع ريكفر؟ ايوه، حط اسطوانه، الاسطوانه اللي انت عامل انستول بيها في المكنه، وابدا ابوت منها، ابدا ابوت منها بس. خلاص شكرا، كل مشاكلك في الدنيا اتحلت، الدنيا بقت تمام عندك وتقدر تشتغل. تخش الريسكيو مود، وده اللي هنعمله ان شاء الله، هنعمله بكره كمان باذن الله. هدخلك ريسكيو مود وريكفر الباسورد بتاع الجراب، خلاص، وهحط باسورد للجراب ده. اللابين دول عندنا بكره هنخلصهم كده على السريع، وبعد كده نخش على النتورك مانجر. خلاص يبقى بكره باذن الله هنكمل الجراب ونايه ونخش على ها النتورك مانجر كمان باذن الله. حد عنده اي مشكله النهارده في اي حاجه عملناها؟ حد عنده اي مشكله في اي حاجه عملناها النهارده؟ ها ممتاز جدا، ممتاز. طيب خلاص ماشي، هننهي النهارده ان شاء الله، اشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد الساعه 7، وتصبحوا على خير. سلام عليكم.